كان عندي سي العرابة مؤخرا داروا عرض حال على الشيء اللي وصلوا له لحد الآن. تكلمنا قلت له أنا ما فيش حواجز ما عدا الوحدة الوطنية ما عدا عدم المساس بالهوية. شي الأخر تم أحرار اللي قبلها الشعب أنا ما قدرش نرفضها. أنا ذكرنا حتى في المحكمة الدستورية ممكن تكون فيه محكمة دستورية بغض النظر على المجلس الدستوري الحالي الموجود، تكون فيه محكمة اللي تحكم تظلم بين سلطة وسلطة وتكون حرة مثل ما هي حرة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحضير الانتخابات ورقم، تكون حرة